انهار ما لا يقل عن 3 من الحرس الملكي البريطاني خلال تدريب على استعراض في لندن تحضيرا للاحتفال بعيد ميلاد الملك تشارلز. وقالت وكالة رويترز ان احد الحراس شوهد وهو بصحبة اشخاص وهم يصطحبونه خارج الساحة، فيما احتج اثنان اخران الى حملهما على نقالة. واضافت ان الحادثة وقع بالتزامن مع موجة حر تشهدها البلاد تجاوزت خلالها درجات الحرارة 31 درجة مئوية.